ما هي العملة البلاستيكية التي سوف تصدر قريبا وسوف نتعامل بها في مصر والتي تبدأ ب10 جنيه؟ ايه هي الدولة اللي استخدمتها، اول دولة استخدمتها من 25 سنة؟ ما هي الدولة العربية الاولى التي استخدمت العملة البلاستيكية؟ ايه قيمة العملة؟ هل قيمة العملة في المادة المصنوعة منها سواء من البلاستيك أو المعدن أو الفضة أو النحاس أو الورق أو غيرها؟ ده موضوع النهاردة على قناة مصادر الحياة. بناخد فكرة عن العملة البلاستيكية، بناخد فكرة عن قيمة العملة وقيمة العملة الحقيقية التي قد يظن البعض أن قيمة الورقة المالية هي قيمة ما يصنع أو ما تصنع بها من مادة. في البداية بنرحب بكل من يشاهدنا لأول مرة على قناة مصادر الحياة، وهيا بنا نحيا الحياة مع العلم والمعرفة وكل أمور حياتنا. إذا كنت أول مرة تشاهدنا، رجاء أن الضغط على زر الاشتراك سبسكرايب، الزر الأحمر، اضغط على زر الجرس حتى يصلك جديد ما نقدمه على قناة مصادر الحياة. قناة مصادر الحياة قناة تهتم بكل ما هو مفيد وهام لحياتنا. في البداية هذا الخبر اللي جاء لنا عن العملة البلاستيكية، وان البنك المركزي سوف يتم بصق عملة بلاستيكية بقيمة 10 جنيه مع بداية عمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وأن يكون هناك أحدث الماكينات لطباعة هذه العملة البلاستيكية. الحقيقة أن العملة البلاستيكية كانت منذ مدة كبيرة أول من استخدم هذه المادة أو هذه العملة هي أستراليا. هذه العملة تصنع من مادة تسمى البليمر. مادة البليمر هذه مادة صديقة للبيئة، نظيفة، تتحمل الأوساخ، تتحمل الغسيل، عمرها أطول. من مميزات العملة البلاستيكية أنها لا صعب جدا أنك تزورها، سهلة التعامل، عمرها الافتراضي طويل أكتر ولكن تكلفتها عالية، وأيضا يصعب تانيها كما طبعا بيصعب العد بتاعها. العملة البلاستيكية موجودة في العالم، أول دولة استخدمتها أستراليا، وأول دولة استخدمتها في الدول العربية هي دولة الكويت، وتوجد في عدد من دول العالم منها أستراليا والبرازيل والصين وإندونيسيا، سنغافورة وكندا والكويت وفيجي وموريشيوس ونيوزيلندا وغينيا الجديدة، رومانيا وفيتنام، هونج كونج وسريلانكا وشيلي، تايلاند والهند وبريطانيا. معنى الكلام أن العملة البلاستيكية موجودة في كثير من الدول، والاتجاه العالمي نحوها بيزداد يوما بعد يوم. ولكن هل العملة الورقية أو البلاستيكية أو المعدنية قيمتها بتتحدد في ما تصنع منه من مادة؟ في الحقيقة إن العملة ما هي إلا رمز، بمعنى إن لو أنت معك ورقة فئات 10 دولار أو 10 جنيه أو 10 ريال أو أي عملة، فهذه الورقة هي رمز لهذا الرقم، رمز لهذا الرقم. أما قيمته فيختلف من دولة لدولة ويختلف من زمن إلى زمن، بمعنى إن لو أنت معك 10 جنيه كويس في 2020، ممكن هذه 10 جنيه قيمتها تتحدد بأنها هتجيب لك مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، هتجيب لك مثلا 2 كيلو فاكهة مثلا. ولكن هذه 10 جنيه سنة 1960 مثلا هتجيب لك 2
كيلو لحمة أو يزيد أو ربما أكثر من ذلك أنا لا أدري. ولكن معنى الكلام أن العملة لا تتحدد بقيمة ما تصنع منه من مادة، ولكن بقيمة ما تستطيع أن تحصل عليه من خدمات ومواد بقيمة هذه العملة. لذا فالعملة ليست مال في حد ذاتها، العملة ليست مال في حد ذاتها. ولنأخذ مثلا مثال، لو أن رجلا مثلا أو شخصا ما في صحراء معه $1,000,000 أو 1,000,000 جنيه واحتاج إلى شربة ماء ولا يوجد من يسقيه في الصحراء، فما قيمة $1,000,000 أو قيمة 1,000,000 جنيه في ذلك الوقت؟ لا قيمة له. إذن فالعملة لا تحدد قيمتها بالرقم الموجود عليها سواء 10، 20، 50، 100، ولكن قيمة العملة بتحدد بما تجلبه لك، ما تستطيع أن تجلبه لك من خدمات. طيب إن لم توجد الخدمات ولم توجد السلعة فلا قيمة للعملة، بمعنى أن هناك أريد سلعة، معي فلوس، لا توجد السلعة، إذن هذه الفلوس ليست لها قيمة. ولذلك فقيمة العملة وقوتها بالنسبة للدول بتتحدد أو بتتوقف على ما يسمى الغطاء الذهبي لهذه العملة. فلو فرضنا أن دولة ما طبع 100 جنيه، المفروض علشان تبقى عملتها قوية أن يكون عندها 100 جنيه ذهب في الخزينة بتاعتها، بمعنى أن لو 100 جنيه ورق دوت حبت الدولة تستغنى عنهم تماما المطبوعين كعملة، مفيش أي مشكلة، هي عندها 100 جنيه ذهب هتقدر تمشي نفسها بيها وتطبع عملات جديدة. إذن قيمة العملة يجب أن نعرف أنها لا تتحدد بقيمة ما تصنع منه من مادة، ولكن بقيمة ما تستطيع أن تحصل على خدمات ومواد بتلك العملة. ثمنها أو قيمتها بيتغير من مكان لمكان ومن زمن إلى زمن. ده كانت فكرة بسيطة عن قيمة العملة. ولذا من أشهر العملات وأغلى العملات وأقيمها هو الدينار الذهبي والدرهم، وهو اللي كان يعمل به في العصور السابقة، لأن هذه العملات لها قيمتها الحقيقية لأنها مصنوعة من معدن له قيمة هو الذهب والفضة. فالعملة ليست لها قيمة إلا إذا وجدت السلعة التي تشتريها أو وجد لها غطاء ذهبي في تلك الدولة، أو أنك صنعتها من معدن له قيمة عند الناس. بكده نكون خدنا فكرة بسيطة عن العملات، سواء العملة البلاستيكية التي سوف يصدرها البنك المركزي قريبا وبيبدأ فيها، والدولة الأولى في العالم التي استخدمتها منذ 25 سنة وهي استراليا، وأول دولة استخدمتها في الوطن العربي أو الدول العربية وهي دولة الكويت. في النهاية بتمنى أكون وصلت لك معلومة بسيطة عن العملة وقيمتها، ولا تبخل علينا لايك شير، لا تنسى الاشتراك في قناتنا مصادر الحياة، وهيا بنا نحيا الحياة. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.